ماذا يخبكم خلال هذه الليلة؟ فكرة وزميلكم وأخوكم عن فكرة للولاية المقبلة ولاية 2021-2023. وكما تتبعتم فإن النقيب المقبل هو النقيب موافق الطهر. أتمنى له بهذه المناسبة حظا وافرا وأن يكون الحظ حليفه كي يعني يمر أو تمر ولايته في أحسن الظروف. بالمناسبة أقول أنني كمحامي عبد الفتاح الإدريسي كنت محظوظا بتزكية يعني زميلاتي وزملائي لترشحي لهذه الاستحقاقات. وبفضل هذه التزكية والثقة استطعت أن أمر للدور الثاني كما ينص عليه قانون هيئة المحاماة، وهو يعني الدور الثاني الذي أفرز كما قلت بداية نقيبا جدا ونقيب موافق الطهر. شكرا لكم على الحضور مرة ثانية.